يقترب الآن من ساحة العرض فريق معدات الدلتا لقوات المظلات بتشكيل للمعدات المروحية مكون من 55 معدة دلتا في تشكيل واحد. أمام المنصة ولأعلى يظهر تشكيل ثنائي يظهر مدى القدرة العالية على المناورة والتحكم في المعدة والدورانات الحادة الجانبية. على ارتفاع 16,000 قدم تم إسقاط مجموعات القفز الحر لقوات المظلات من طائرتين كاسا استعدادا للوصول إلى ساحة العرض بالأكاديمية العسكرية في إصرار وتحد على قهر المستحيل. يظهر الآن أمام المنصة ولأعلى تشكيل رأس سهم بالأعلام يظهر مدى الاحترافية في الأداء والدقة المتناهية في السيطرة على معدات الدلتا. علم جمهورية مصر العربية، علم دولة الإمارات العربية المتحدة، علم الأكاديمية العسكرية المصرية. نشاهد الآن تشكيل التقاطعات الجانبية يظهر مدى الاحترافية التي وصل إليها قائد المعدة الدلتا في تنفيذ التقاطعات الجانبية الحادة في دقة ومهارة وفي توقيت متزامن. من يمين المنصة يقترب تشكيل جانبي بالأعلام يبرز القدرة العالية في التحكم بالمعدة. علم جمهورية مصر العربية يرفرف خفاقا يعانق عنان السماء في عزة وشموخ. علم دولة الإمارات العربية المتحدة، علم الأكاديمية العسكرية المصرية. وتعد معدة الدلتا أهم معدات الطيران الشراعي والتي تستخدم أساسا لتنفيذ المهام الخاصة لقوات المظلات وتتميز بخفة الحركة والقدرة العالية على المناورة. أمجادك تبقى بحياة مصر حياة أخطى المخلصين جود بلادي في دوي عبر الأكيان صوت حضارة من يومها جبارة ياما صنعت أبطال ورجال صوت شعب ماشي آلاف السنين كل خطوة منه كفاح ملايين أمجادك تبقى. وفي سماء العرض تظهر معدتان دلتا لتنفيذ الطيران المنخفض والإخلاء الحاد الجانبي. حافظك الله يا مصر.